بداية بالجانب التربوي، فإن المؤسسة على المستوى الابتدائي والمتوسط والثانوي وصولا إلى الجامعة التي أنا أعتبر أحد أطرافها في حالة كارثية من ناحية البرامج ومن ناحية نوعية الشهادات، إذ أن الطلبة يتخرجون بدون عمل، وكل الشهادات إن استعملناها في معادلة الشهادة بالخارج لا يعترف بها، وهنا الطالب الجامعي يعتبر ضحية لسياسة غير مسؤولة.